فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. نعم، وكذلك النظر في الصلاة المشروع أن يكون إلى موضع سجوده، أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده ولا يسرحه أمامه، لأن ذلك يشغله عن صلاته، ولا يغمض عينيه كما يقول بعض الناس لأنه أخشع لي، لأن هذا من فعل اليهود، كانوا يغمضون أعينهم في صلاتهم، ونحن منيون عن التشبه بهم. أما إذا احتاج إلى تغميض عينيه فإنه يباح، المكروه يباح عند الحاجة، كما لو يعني تزول الكراهة، هو مباح لكن تزول الكراهة عند الحاجة، كما إذا كان أمامه ما يشغله ولو لم يغمض عينيه انشغل به، ففي هذه الحالة تزول الكراهة فيغمض عينيه